الرئيس السيسي قدم لحاكم الشارقة قلادة الجمهورية التي كان قد منحها له تقديرا لمواقفه الداعمة للثقافة في مصر ولحرصه على إنشاء دار جديدة للوثائق القومية بالفسطاط. وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف بأن الرئيس وجه الشكر لحاكم الشارقة على مبادرته بإنشاء دار جديدة للوثائق القومية، مؤكدا أنها تعد من صروح الثقافة وحفظ التراث الوثائقي. من جانبه نقل حاكم الشارقة للرئيس تحياتي وتقدير سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المتحدة، وأشاد بمواقف القيادة السياسية المصرية المشرفة وسياستها الحكيمة داخليا وخارجيا.